حب ذاكرك شيريني دريا چھوڑ دیا حب ذاكرك شيريني دريا چھوڑ دیا پیاس نے پانی کو تڑپتا چھوڑ دیا حب ذاكرك شيريني دريا چھوڑ دیا زلزلت الأرض زلزالها وأكانت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يسجر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ذرها فالمغريات قدها فالمغيرات سبها فسرنا به مكسا فوسطنا به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيدا وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بوسر ما في القبور وأوسر ما في الصدور إن ربهم بهم يوم عزيز الخبير صلى الله محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الخاريات ما القارية وما أدراك ما القارية يوم يكون الناس كالفراش المبثور وتكون الجبال كالعهن المسور فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه حاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر هل تزوركم المكابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لتلقون الجحيم ثم لتلقونها عين اليقين ثم لتسألون عن عين النعيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر في أمد ممددا الله
لهم بكربي وأرسل عليهم طيراً أبابي ترميهم بحجارة من سجين وجعلهم كرش معقول. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي في رحلة الفضاء نسري فلنعبد رب هذا البيت الذي أطمع أطعمه من جوع وآمنه من خوف. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون والذين هم يراءون ويمنعون المعمول. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. ما جهلته وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. جل القرآن المجيد تلاوة كتبت إمام الإسلام والسلام أدواء الوحيد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله
الرحمن الرحيم. اللهم اشرح بالقرآن صدري واستعمل بالقرآن بدني ونور بالقرآن بصري وأطلق بالقرآن لساني وعني عليه ما بقيتني فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك إخبات المخبرين وإخلاص الموقنين ومرافقة الأبرار واستحقاق حقائق الإيمان والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إذ ووجوب رحمتك وعظائم مغفرتك والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اي الله بشر تاري كتاب قران مجيد ني تلاوت پوری کروا ما ماري مدد فرماوي. قران مجيد جن ایک نور چھ اني بيجي تمام كتابو جي پہلا نازل ٿي چھ تمنا ماٽي گواہ بناوي چھ. قرآن مجید نے تاری نازل فرماویلی تمام کتابو کرتا فضیلت عطا کری چھے. قرآن مجید امارا ماٹے ایک قاعدہ قانون نی کتاب چھے جے ماتو حلال انے حرام وچے فرق بتاویو چھے. انے قرآن مجید تھکی تاری شریعت نا احکام نے بیان فرماویا جے ماتارا بندہ و ماٹے انڈار تھی تفصیل تھی بیان موجود چھے. انے آن کتاب ایک اہی وحی چھے جنے دو تارا پیارا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کری کہ جے جی نازل کروانو حقتو. قبول کرے قرآن مجید خوبصورتی آسان فرماوی چھے تو ہمیں اپنے کے توفیق پر عطا کر کہ ہمیں تینا اوپر پوری ریتے عمل کریے ہمیں تینی محکم صاف ارت والی آیتوں نے ایمان ساتھ قبول کرینے تارا دین اوپر قائم نے ثابت قدم رہیے ہمیں قرآن مجید نے متشابہ انڈا ارت والی آیتوں نے اقرار کری تینا ماتے صاف نے چوکا ارت والی دلیل ہوتی پناہ طلب کریے. اے اللہ تو تارا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نے مجمل مختصر طریقے نازل فرما بیو چھے انہیں تم نے قرآن مجید نو پورے پورو علم عطا کریو چھے انہیں جے لوگو قرآن مجید نا علم تھی جاہل چھے تے اوپرم اہل بیت علیہ السلام نے فضیلت عطا کری انہیں امو نے قرآن مجید نا وارثدار بنا بیا انہیں تو امو نے قرآن مجید نا علم نا بوجھ بھار نے اٹھاوا نی طاقت عطا کری جے تھی اماری اے لوگو اوپر فضیلت ظاہر تھا آئے کہ جے لوگو قرآن مجید نے سمجھی شکتا نتھی تو ہمیں اے اللہ جارے تو امارا دلوں نے قرآن مجید سمجھوانی طاقت آ پیچھے انہیں تارا احسان تھی تینی فضیلت نو امو نے علم عطا کریو چھے تو ہمیں قرآن مجید نے لوگوں سدی پہنچانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر رحمت نازل کرنے تمنی پاک اولاد اوپر رحمت نازل کر. اللہم رب شہر رمضان الذي انزلت فيه القرآن افترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عام هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم برحمتك في الصالحين فادخلنا، رفيع اللعين فارفعنا، وبكأسٍ من عين سلسبيل فاسقنا، ومن الحور عين برحمتك فزوجنا، ومن الرجال المخلدين كأنهم لؤلؤ ممنون فأخدمنا، ومن ثمار الجنة ولحوم الطير فأطعمنا، ومن ثياب السندس والحرير والاستبرق فألبسنا، وليلة القدر وحج بيتك الحرام قدر في سبيلك فأوفق لنا، وصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا، وجمعك وإذا جمعت الأولين والآخر يوم القيامة فارحمنا، فبرأت من النار فاكتب لنا، ففي جهنم فلا تقل لنا، ففي عذابك وهوانك فلا تبتلنا، ومن الزقوم والزريع فلا تطعمنا، ومع الشياطين فلا تجعلنا، ففي النار على وجوهنا فلا تكبنا، فمن ثياب النار وسرابيل القدران فلا تلبسنا، فمن كل سوء يا لا إله إلا أنت، بحق لا إله إلا أنت فنجنا. محمد بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه، ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتتح ثناء بحمدك وأنت مصدد للثواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم عذرتني في دعائك ومسألتي، فاسمع يا سميع بدعتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي.